السلام عليكم. شلونك اخوي؟ تطبيل الجامع. لحظه، الجامع الامانيه والجامع الخلفي. نعم. فهسه حاليا تكون الغرامه بحق سيدي. انا خلي اجي يمك على مود نريد نسال شنو المخالفه؟ المخالفه هو الجامع المضلل. نعم. توجيهات من السيد معالي وزير الداخليه والسيد العام المحترم والسيد نعم. مدير مرور بغداد الكرخ المحترم، انه توجيه رصد كافه المخالفات المروريه اللي حاليا انه اصبحت شائعه في شوارعنا، والحد من عندها ان شاء الله، وبجهود مديريه المرور العامه وضباطنا ومنتسبينا الحد من هذه المخالفات من خلال فرض الغرامه واخذ الجزاء. كل مخالف ينفرض بحقه الوصل. شنو المخالفه لتضليل المركبه؟ شنو هذا المخالفه؟ ينفرض بحقه غرامه. نعم. اي اللي هي مبلغها تعرفينها يعني. نعم. لا محاجه نذكره. نعم. غرامه 200,000 هذا يندفع خلال ثلاثة أيام تنفذ تندفع عند السوق قيمه اللي هي 200,000. نعم. وانه هو ازاله المخالفه بنفس الوقت، لكن هسه هذا الجام بلادي. نعم. فاحنا شلون هذا انه يتبدل الجام؟ السلام عليكم. طبعا احنا شفنا حضرتك مرتدي حزام الامان، وهذا دليل على وعيك وثقافتك المروريه، لكن اكو بعض المخالفات دائما ما سائقين مركبات يحاولون انه نقول يمشوها. ليش؟ الجو حار. صح. وياك اول شيء قلت للاستاذ. نعم. قلت له سيارة مو مالك. نعم. سيارة عامة وطالع بيها. نعم. انا وحتى الثانوية مو باسمك. تمام. زين، احنا اكو مشكلة راح اسألك سؤال. على راسي سؤالي لك. وعندي وكالة عامة بيها. ربي يحفظك. قانونا اذا شخص صعد مركبة معينة، قانونا من يتحمل مسؤوليتها؟ رحم الله والديك، يعني انت قانونا قبالنا انه تتحمل مسؤولية هذه المخالفة. انا اتمنى لك كل الصحة والسلامة. نصيحتك الى نفسك. بالعكس، بس احنا نريد منك نصيحة الى اخوانك سائقين مركبات اللي المفروض يكون التزامهم اكثر عمود، ما يعرضون نفسهم الى المخالفة الخارجية. التزام بالقوانين كافة. نعم. نعم. وعدم تضليل السيارات. نعم. بس هو اكو كتاب قالوا راح يصير مثلا هسه احنا نعوف هاي التفاصيل. صحيح وياك، بس احنا ضمن القانون حاليا ماكو هذا الشيء. هذا يعرضك للمخالفه. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه، وان شاء الله زين المخالفه. ان شاء الله. شكرا جزيلا.